15 لدعم السياحة وتنشيطها في هذا الاتجاه. من المعروف ان دولة اذربيجان دولة صديقة، والمواطنين اللي هناك مواطنين دخلهم عالي، وهذه المدينة نرصها قبل كده، وكان بدأنا نحرك الخط، وبعدين بعد حادثة الطيارة الروسية توقف التحرك من اذربيجان اتجاه شرم الشيخ، عشان كده كان لازم ابقى موجود سريعا. رحت عملت زيارة سريعة بالظبط، يعني استغرقت الرحله، بتستغرق يعني وقت كبير، رجعت من المرور لغايه ما بنرجع، انما كانت رحله دسمه ومليئه بالاتصالات، زي مثلا مقابله السيد وزير السياحه الاذربيجاني، ومقابله السيد وزير الخارجيه الاذربيجاني، مقابله رئيس سلطه الطيران الاذربيجاني، وقابلنا غرفه السياحه الاذربيجانيه، قابلنا محافظ جباله اللي هو احنا عاملين معاه اتفاقيه تاخي. بالحقيقه كل المسؤولين هناك قابلونا بمنتهى الترحاب، ويكونون كل حب وتقدير للشعب المصري والجمهوريه المصري عبر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالحقيقه ويعني المفاجاه ان احنا ان عايز اقولها ان اذربيجان مش عامله علينا حظ، اذربيجان فاتحه المجال لينا في اي اتجاه، مفيش مشاكل خالص. انما المشكله كلها كانت اللي انا استشفيتها من وجودي هناك، ان مفيش طبعا دعايه كافيه، الشعب هناك ما يعني لا زال الصوره الذهنيه اللي موجوده عن المدينه، او الصوره الذهنيه اللي عملوها ضد المدينه موجوده في ذهن الشعب هناك. كان من المفروض ان انا اتحرك والتقي بوكالات الانباء هناك، وحوالي 6-8 قنوات تلفزيونيه عملوا معايا حديث، سجلوا معايا، وكان واقع رائع جدا، وكل الكلام ده نزل في الجرايد ونزل على النت ونزل في التلفزيون، مقابلة وزير الخارجية نزلت في التلفزيون، مقابلة وزير السياحة نزلت في التلفزيون. فكان لازم الشعب الأذربيجاني يعرف، ويعرف إن إحنا يعني لا زال السياحة ولا زال شرم الشيخ في بارقها، وتحدثنا عن الأمن والأمان، وكان خير دليل على ذلك المنتدى الضخم اللي اتعمل في شرم الشيخ، وكلهم أثنوا عليه.